عبر سكايب الدكتور إحسان الشمري. بداية سيد الشمري، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. الرئيس صالح كما سمعت قبل قليل قدم مشروع قانون لإرجاع الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم إلى العدالة. هذا القانون برأيك دكتور، ما فرص تحقيقه وما قدرة الجهات الفاسدة على منع تطبيق هكذا مشروع مهم، أي بمعنى آخر يكشف حجم فسادهم وفساد الشخصيات التابعة لهم؟ تفضل لك الكلمة. شكرا لكم على الاستضافة. ابتداء هو مشروع قانون فريد من نوعه، هو لأول مرة يطرح في قضية استرداد الأموال المهربة نتيجة الفساد، رغم مرور هذه السنوات الطوال وتشخيص حالة الفساد. ولذلك هو يعد خطرا، هذا القانون، مشروع القانون يعد خطرا على الفاسدين، على الجهات السياسية التي توفر الستار أو المصد أمام الملاحقة، ولذلك ستدخله في دائرة السجالات السياسية والاتهامات. لكن إذا ما نظرنا إلى هذا القانون، هو يعد ضرورة وطنية للعراق الدولة وللنظام السياسي، إذ أن استمرار الفساد دفع إلى ثورة عارمة داخل العراق، وبالتالي هذا يحقق إلى حد ما، إذا ما شرع وطبق يحقق إلى حد ما الإنصاف العادل من السياسيين وملاحقتهم بشكل يمكن من خلاله استرداد الأموال. لذلك أنا أقول بأن ستكون هناك مصدات كبيرة أمام هذا القانون، لكن أعتقد أن الرأي العام وطبيعة التأييد لهذا القانون سيكون ضاغطا بما لا يقبل الشك. لكن هذا القانون دكتور أمامه تقارير رسمية تشير إلى أن العراق دخل له من النفط ما يقارب $1,000 مليار منذ عام 2004 ولغاية عام 2020. كيف يمكن لهذا القانون لدعم مشروع طرحه الرئيس برهم صالح، خصوصا ونحن نتحدث عن مبالغ تكفي لإعمار بلدان كاملة؟ القانون عالج ذلك، يعني إذا ما عدنا إلى النصوص وبنود مشروع القانون، هو لم يتحدث فقط عن خطوات الاستباقية الرادعة للفاسدين على مستوى الاستحواذ على الأموال مستقبلا، وإنما يتحدث عن الأصول المالية لمن أثرى على حساب المال العام، هذا أولا. والأمر الآخر، تكوين بنك من المعلومات لغرض التواصل مع الدول الأخرى التي تتواجد بها هذه الأموال المهربة. خذ على سبيل المثال، في لبنان وحدها يوجد $20 مليار عراقي في البنوك اللبنانية. في لندن هناك استثمارات عقارية بما يقارب $10 مليار. أيضا قضية الهدر الداخلي وصل، يعني في المشاريع الاستثمار غير نفطية، إلى ما يقارب $190 مليار. ولذلك الملاحقة للأصول وللعائدات هذه بما لا يقبل الشك تحقق إلى حد كبير استرداد هذه الأموال، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار الخطة التي وضعها القانون هو في قضية وجود تعاون ما بين الخارجية وهيئة النزاهة لعرض عقد اتفاقيات ثنائية، طبعا بالإضافة إلى الهيئات الرقابية كديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، وأيضا جهاز المخابرات العراقي لملاحقة هذه الأصول. طيب دكتور، يعني تقارير اقتصادية تؤكد أن ممتلكات العراقيين في الخارج تقدر ب 100 إلى 300 مليار دولار، أكثرها بطريقة غير شرعية. كيف يمكن متابعة كل ذلك، خصوصا وأن الرئيس صالح دعا لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد؟ كيف ذلك؟ هذا يتم من خلال، أشرت إلى قاعدة المعلومات والتنسيق ما بين الجهات التي ذكرتها قبل قليل، لكن الأهم ما ذكرته جنابك الكريم هو في قضية التحالف الدولي. أولا، العراق موقع على اتفاقية استرداد الأموال المتأتية نتيجة الفساد في الأمم المتحدة في العام 2007، لم تفعل من أغلب الحكومات السابقة. العراق يمتلك الغطاء الدولي أولا، والأمر الآخر هو بحاجة إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تتواجد فيها الأموال، وأيضا فيما يرتبط بوجود شركات
عالمية لملاحقة الفساد وطبيعة تحويل الأموال حتى إلى أصول عقارية وغيرها من الشركات. نعم هو طريق طويل، لكن بما لا يقبل الشك أن المدة التي وضعت على أقل تقدير بالنسبة للفساد الداخلي مدة 6 أشهر يمكن أن نحقق نتائج أولية على مستوى هدر المال والفساد في الداخل العراقي. طيب إذا أين دور النزاهة حول هذا الموضوع؟ إن كان الرئيس برهم صالح أشار إلى مشروع قانون طرح في هذا الوقت بالتحديد. الحقيقة المؤلمة جدا هو أن هيئة النزاهة سابقا أتحدث فشلت في تمرير مثل هكذا قانون. يعني هي نعم وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة في العام 2007 لكنها لم تردفها أو لم يكن هناك قانون يمكن أن يسند هذا، وعطلت هذه الهيئة نتيجة المحاصصة والإرادة السياسية. ولذلك الآن واجب هيئة النزاهة والرقابة المالية أن تتعاطى مع هذه الفرصة والدفع باتجاه تشريع قانون استرداد الأموال العراقية. نعم يوجد في هيئة النزاهة دائرة الاسترداد لكنها بغير قانون، ووجود هذا القانون أنا أعتقد يتيح لها العمل بحرية كبيرة جدا ويسندها من الناحية القانونية. طيب المعلومات بهذا الشأن تفيد بأن أكثر من 20 مليار دولار في البنوك اللبنانية عائدة لعراقيين، وفي الإمارات بحدود 25 مليار دولار استثمرت في العقارات، وفي لندن حجم الاستثمارات العقارية ما يقارب 10 مليارات دولار. ما قدرة العراق في الضغط على تلك الدول لاسترداد هذه الأموال؟ أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بالإرادة السياسية. أو أولاً لا أتحدث عن إرادة رسمية، يبدو الإرادة الرسمية ماضية بهذا الاتجاه. إذا ما ذهبنا باتجاه الإرادة الرسمية فبتصوري أنه لابد أن تتخذ خطوات في هذا الجانب. العراق يمتلك اتفاقية ثنائية ما بينه وما بين لبنان، أيضا بحاجة إلى عقد اتفاقات مع المملكة المتحدة البريطانية، وأيضا لابد من عمل سريع. يعني الأمر لا يقتصر فقط على مشروع القانون وإنما على جهات أخرى ساندة، وزارة الخارجية، جهاز المخابرات، هيئة النزاهة، البنك المركزي العراقي في قضية التحقيق في الأصول المالية، أيضا كشف الذمة الذي أشار إليه القانون يعني للمدراء العامون فما فوق. هذه جميعها يمكن أن تحقق قاعدة بيانات يمكن من خلالها إيجاد المسار. جميل جدا دكتور، لكن كيف يمكن الأموال. نعم كيف يمكن يعني إقناعهم بالاستغناء عن هذه المليارات المنهوبة من العراق باستردادها؟ هذه الدول هي ملزمة، يعني أولا أغلب الدول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لاستحصال الأموال المتأتية نتيجة الفساد. يعني هناك اتفاقية أممية، إذا عجز العراق عن استرداد الأموال أو حتى عقد اتفاقية مع هذه الدول التي تتوفر لديها الأموال فيحق للعراق الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لغرض استصدار قرار بأن هذه العائدات سواء عقارية أو على شكل أموال وغيرها من الأصول التي تحولت على شكل أموال فساد يمكن استصدار قرار أممي بملاحقة هذه الأصول المالية ومن ثم إرغام هذه الدول على استعادة الأموال العراقية المنهوبة. طيب يعني هناك تخوف دكتور شمر حقيقة أو تحايل على أن تكون تلك الأموال والممتلكات في الداخل والخارج بأسماء غير الأسماء الحقيقية للمسؤولين، كيف يمكن حل هذا الإشكال برأيك؟ أنا أتفق معك، وهم كانوا ماهرين في هذا الجانب، يعني قضية غسيل الأموال، عملية نقل الأموال بأسماء غير يعني الصريحة، لكن هذا يتطلب تعاون حثيث، ولذلك نص القانون على الاعتماد على شركات عالمية لغرض متابعة الأصول المالية للفاسدين، وهذا يعني أمر معمول به في أغلب الدول التي حاربت الفساد، رغم أن القوانين لدى بعض البنوك لا يسمح بالمتابعة، لكن أقول مرة أخرى أن هذه الشركات العالمية يمكن أن توفر قاعدة معلومات حول
عائدية تلك الأموال ومن ثم الذهاب نحو مجلس الأمن الدولي إذا ما تعذر الحصول عليها. نعم، من بغداد حدثنا عبر سكايب الدكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.